انا كان عندي حلم، انا احلم كثيرا بشخص اسمه حكيم، حكيم او حكيمي. تمام. عنده دلالة او حكيم أو حكيمي؟ احلم انه يعطيني اوراق، او انه اخذ بيت عند شقة من بيت ابي. يعني مرات احلم كثير. طيب، أنت منفصلة ولا متزوجة أنت؟ لأنه عازبة. عازبة. والحاجة معنى إن يعني كلمة حكيم إن شوية ياخد أوراق وشوية يعطيك أوراق، فمعنى الرؤية ديت ربما إن يكون في بعض المشاكل والاضطرابات في حياتك، تمام؟ وعدم الالتزام في الأمور الشخصية، أو بمعنى صح عدم التوفيق، يعني في حيرة، أو كل الأشياء اللي أنت بتفعلها في حياتك بتكون يعني غير أنت مدركة، يعني مش ما بتكونيش عقلها، يعني بيكون عقلك مغيب في بعض الأفعال اللي أنت بتعملها ثم بعد ذلك تندم عليها، صحيح؟ صحيح. خصوصا في العمل. نعم، خصوصا في العمل، في طيب العمل أمور شخصية. صحيح. ايش تعملي؟ مهندسة. نبي كيف يدك كده؟ قولي بسم الله. بسم الله. حابب كيف يدك كده شوية كده كده كده، قولي بسم الله كمان مرة، بسم الله. كمان مرة. بسم الله. طيب، بأمر الله الصبع الصغير يتفتح الآن. فتح صبعك الصغير، شايفاه ولا مش شايفاه؟ إذن حكيمي هذا الشيطان اللي موجود. طيب خلينا نشوف حكيمي ده وش قصته. قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله. جنبك كوبات مية. بس يا طيب، هات كوبات مية حطها جنبك. قليلة عبد الله. قليلة. لا أنا عايز كوبات مية. طيب لحظة. حط الموبايل وراح نزلي هذا. يا جماعة كل اللي بيسمعني عنده شيطان في الأوضة اللي هو قاعد فيها، هيعمل نفس الطريقة مع الأخت الفضلة، تمام؟ هيعمل نفس الطريقة بالضبط مع الأخت الفضلة اللي موجودة معانا. هيجيب كوبات مية ويحطها قصاد منه ويحطها جنبه. أيوه ماشي. هيجيب كوبات مية ويحطها قصاده أو يحطها جنب منه. بعد ما هيجيب كوبايه الميه هيعمل معانا نفس الطريقه ديت ومش هيخسر اي حاجه، تمام؟ اول حاجه انا عايزك انك انت تبص في الميه، هي ميه عاديه صحيح؟ عادي. طيب اوكي. شم ريحتها. لا لا لا، زي ما مش مشكله، تشيلي شم كده. ميه عاديه صح؟ عادي. حلو قوي. انا عايزك بقى انك انت ايه تركزي عشان حكيمي ده باذن الرحمن. لا حط الميه بقى جنبك كده وانت بتحطها، قولي بسم الله. بسم الله. حط صبعك على الميه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل واحد بيسمعني يحط صبعه على الميه يا شباب. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا تعقلون، وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا تعقلون، وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا تعقلون. اول حاجه غمضي عينك يا اختي الكريمه وركزي معايا، تمام؟ لمدة 7 دقائق بالضبط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. تعالى يا حكيم، أنت اسمك حكيمي؟ اسمك حكيمي؟ اسمك حكيمي؟ اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ اسمك حكيمي؟ اسمك حكيمي؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. 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 أنطقنا الله. أنطقنا الله. أنطقنا الله. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اسمك إيه حكيمي؟ اسمك حكيمي. طيب طيب أنت كافر صح؟ كافر؟ لو كافر هز دماغك شمال ويمين. لو كافر ود دماغك شمال ويمين. طيب طيب بص هقول لك على حاجة. أنت ما أنتش كافر، طيب أنت مشرك. نزل راسك لتحت يا مشرك، نزل راسك لتحت يا مشرك، ارجع براسك تاني مرة تانية يا مشرك، ارجع براسك تاني. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحرج عليك بالله العلي العظيم، أنت واللي معاك، تمام؟ إن أنتم تسحبوا نفسكم وتطلعوا في المكان اللي أنتم أمرتم إن أنتم تروحوا فيه.
احرج عليك انت والجماعه اللي موجودين معاك ان انتم تروحوا في المكان اللي انتم امرتم ان انتم تروحوا فيه. كمان مره انا بحرج عليك بالله جل وعلا انك انت والجماعه اللي موجودين معاك تروحوا في المكان اللي انتم امرتم بيه. كمان مره ودي اخر مره. طيب احرج عليك بالله العلي العظيم، كل اللي بيسمعني غمض عينه واستمع للركع معايا يا شباب. احرج عليك بالله العلي العظيم انت واللي موجودين معاك ان انت تروح للمكان اللي انتم امرتم ان انتم تروحوا فيه، او على الاقل حطوا السحر في المكان اللي امرتم ان انتم توضعوه فيه. بامر الله جل وعلا يوضع السحر في المكان اللي امرتم ان انتم توضعوه فيه. اوضعوا السحر فيه الان. يجمع السحر اللي موجود في البيت، يجمع السحر والعين اللي موجودة في البيت لنفس المكان، يجمعون لنفس المكان، يجمعون لنفس المكان، يجمعون لنفس المكان. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ثم لننسفنه في اليم نسفا ثم لننسفنه في اليم نسفا. قل ادعوا شركاءكم 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 ثم كيدوني فلا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم. ويوم يناديهم أين شركائي ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم ويوم يناديهم فيقول نادوا شركائي الذين زعمتم ويوم يناديهم فيقول أين نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم 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 فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يجدوا عنها مصرفا. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. يسلسل يسلسل كل من في الجسد الآن يسلسل كل من في الجسد الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص ما عندك شركاء وما فدوك بأي شيء. يزلزل هذا الخبيث ويسحب الآن يسحب الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف
فيعلمون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون يسحب 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 من الرأس من الرأس من الرأس من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الأنف 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 من اليد من اليد من اليد من اليد من القدم من القدم من القدم يسحبون كلهم الآن يسحبون كلهم الآن يسحبون كلهم الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله. يسحب كل من هو موجود في الجسد بأمر الله. يسحب كل من يسكن في الجسد الآن. يسحب كل من يسكن في الجسد الآن. يسحب كل من يسكن في الجسد الآن. بسم الله. اسحب كل من يسكن في الجسد الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. بأمر الله يخرج هذا الخبيث الآن إلى حيث أمر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب. اللهم عليك به كل ما علا وارتفع يسحب هذا الخبيث إلى حيث أمر بأمر الله. بسم الله بسم الله بسم الله. أستاذ أنت معايا؟ نعم قولي بسم الله. إيه؟ عندي رعشة في جسمي. أنت أول مرة يحصل معاك كده؟ نعم طيب قولي بسم الله. في جسمي ها؟ عندي سخونة وبرودة في جسمي. طيب قولي بسم الله. لا رشا بسم الله ركزي معايا بالله عليكم. بسم الله قولي بسم الله. بسم الله أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين. قولي بسم الله. بسم الله بسم ثبت الله جسمك الآن صحيح؟ نعم في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت هتلاقي إن في هواء بارد حوطك من كل مكان. صحيح؟ لا بسم الله طب قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله
في برودة الآن حملها دخلت في جسمك، نعم بسم في الله. برودة دخلت في جسمك الآن صح؟ نعم مرتحت. طيب قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله بسم الله وكان بسم الله. عندك أي علام، عندك أي تعب بتشتكي بيه في الجسد؟ عندي غازات في البطن وحبوب حبوب. طيب قولي بسم الله. بسم الله بسم الله. عندي الحبوب دي ايه؟ رعشة. ايه؟ عندي رعشة طيب قولي بحال قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، 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 يسحب كل من يسكن في الجسد الآن. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دهيت هتبص تلاقي إن جسمك خف خالص. تمام؟ عندي رعشة. طيب قولي بسم الله. بسم الله. عندي رعشة في بطني. طيب أوكي قولي بسم نعم الله كمان مرة. هي الحبوب في بطنك؟ نعم طيب قولي بسم الله. بسم الله بسم الله. طيب اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دهيت تمام؟ نعم قومي كده بص على الحبوب هتلاقيها اختفت، مش باقي منها غير الآثار إن شاء الله. روحي في جنب يعني خلي الموبايل وروحي في جنب. خلي الموبايل وروحي في جنب. الشباب اللي سامعني يدوس لايك، واللي تابع الرقية مع الأخت وكان جنب كوباية المية يبص في كوباية المية كده يشوف فيها إيه ولونها إيه. اللي سامعني يدوس لايك تمام؟ واللي حضر الرقية مع الأخت وشاف كوباية المية ويقول لنا إيه اللي حصله أو إيه اللي حسه في كوباية المية. طيب أوكي الحبوب اختفت صح؟ في آثار. اختفت الحبوب نهائيا صح؟ كنت قبل ما تكلميني كانت الحبوب دي موجودة حقيقي؟ كان في يعني آثار مش دمل بس. طيب بعد ما كلمتيني الآثار دي اختفت؟ لا لسه موجودة بس. كأن بطني لم يعد من فوق يعني هذا. هذا بطنك واختفى يعني. طيب حلو امسكي كوباية الماء اللي جنبك دي كده بسم الله. شم ريحة المية، ريحتها متغيرة صح؟ دقيقة. لا طيب بص في المية كده شوف فيها حاجة ولا لأ، قولي بسم الله وبص فيها. بسم الله بسم الله بسم الله. عندي تشنج. المية فيها حاجة صح؟ لونها متغير؟ لون طبيعي. طيب بص فيها كويس، بسم الله. في تغير في اللون؟ مفيش تغير في اللون، بس الريحة هي اللي اتغيرت صح؟ ريحة صغيرة. طيب بص فيها كويس وقولي بسم الله، هتلاقي كأن فيها زي ألوان الطيف أو ألوان بتلمع أو سواد. كأن بدا فيها زرقاء. بس يا ولد إيش؟ كأن بدا فيها زرقاء أو رمادي. كأن فيها لون رمادي. طيب امسكي كوبايه الماء دي حطها خلف الغرفه بتاعتك تمام، خلف الباب وغطيها كويس لحد الصباح. المقطع ده هينزل متمنتك في الصفحه وفي اليوتيوب، هتيجي لو هتلاقي شكل الميه ده اتغير نهائيا. اكتب لنا ايه اللي حصل معاك وباذن الرحمن يكون في تواصل. اوكي شكرا شكرا جزيلا. لكن دلوقتي قومي امشي بجسمك، هتلاقي ان جسمك خف جدا عن الاول، خف. خف عن قبل ما تجيكي صح؟ نعم فخف. نعم وتحس
وتحس إن راسك مستقرة. راسي مستقرة، بس يعني عندي بحس ثقل خلف ظهري وفي بطني، بس الحمد لله. طب قولي أول قولي بسم الله، قولي بسم الله 3 مرات لو سمحتي. رجولي عندي ايه رعشة، عندي رعشة في رجلي. هو لسه ما خرجش. انت وين عايشه انت؟ فرنسا. طيب قولي بسم الله. بسم الله بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب انت مولوده في فرنسا صح؟ لا لا، أنا مغربية. طيب قولي بسم الله. بسم الله. الخبيث اللي موجود انت لسه ما خرجتش يسحب من القلم الآن. قولي حسبي الله ونعم الوكيل 3 مرات. حسبي الله ونعم قولي حسبي الوكيل، الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، كمان مرة كمان حسبي مرة. الله ونعم الوكيل، حسبي طيب الله بصي، ونعم الوكيل. هتلاقي إن الرعشة اللي في رجولك دي كلها اتحولت للرجل اليسار الآن، نعم. طب كله راح لرجلك اليسار، ورجلك اليسار فيها شدة صحيح؟ فيها رأس تهتز. طيب قولي بسم الله. بسم الله. معاكي دبوس أو إبرة؟ دبوس دبوس سجينة. معي. جبت الدبوس. نعم. طيب صبعك الصغير شكي بيه. صبع الصغير يدي رجلك قدمك. الآن، رجلي اليمنى التي تهتز. طيب بسم الله، ينتقل الخبيث ده للقدم اليسار. انتقل للقدم اليسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. والطير محشورة كل له أواب. والطير محشورة كل له أواب. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بس وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بأمرنا الواحد لا أحد يخرج هذا الخبيث الآن. يخرج عدو الله هذا الآن. اخرج يا ولد. انزل 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 للقدم اليسار. انزل للقدم اليسار. انزل للقدم اليسار. يسحب من الظهر ومن المعدة ومن الرأس. يسحب بأمر الله، يسحب بأمر الله، يسحب القدم الآن. يا أستاذة سامعني؟ عندي رعشة طيب لا في القدم، عندي رعشة في القدم اليسار. طيب بسم الله، قولي بسم الله. بسم طيب الله. أنا أسهل عليك دلوقتي، كل الرعشة نزلت من فوق من المنطقة اللي تحت الركبة صحيح؟ من عند الركبة في شدة صح؟ نعم. طيب بص الآن على كف رجلك اللي هو رجلك ده مشط رجلك. هتبص بس بقى، هتبص تلاقي إن في حركة جديدة صحيح؟ في نعم. حركة جديدة وبرود. خلاص خلي رجلك مفرودة ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله. يسحب هذا الشيطان الآن. يسحب هذا الشيطان، يسحب هذا الشيطان الآن. يسحب هذا الخبيث الآن. يسحب 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 هذا الشيطان الآن.
يسحب الآن، يسحب. طيب الآن يا أختي الكريمة، سامعني ولا لأ؟ تمام. رجلك حصل فيها نفضة الآن، صحيح؟ عندي هذا تهتز. طيب قولي بسم الله. بسم الله أعوذ بسم بالله من الله. الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما ولا العلي العظيم. قل الله أكبر ثلاث مرات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت بتصلي الصلوات في وقتها صح؟ صليت اليوم المغرب، باقي للعشاء. طيب بسم الله. رجلك الآن هتلاقي الهزة في اللحظة دي. بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بسم الله. بسم الله بسم الله. الآن رجلك نفضت نفضة جديدة وهديت. رجعت تهتز. طيب قولي بسم الله تاني. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله قولي بسم الله تاني. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. طيب الآن حصل نفضة جديدة في رجلك، صحيح؟ لا زالت تهتز. إيه؟ تهتز. رجلك الشمال هي اللي بتهتز؟ نعم. بقى؟ رجلي الشمال تهتز. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخرج أيها الخبيث إلى حيث أمرت. اخرج أيها الخبيث إلى حيث أمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا أختك بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. طيب الآن رجلك بدون صح؟ ب ب ب أحسب ببرودة. طيب حلوة والحمد لله. الآن رجلك هتبص تلاقيها ثبتت خلاص. بص بقى في الكوباية، بس بقى خلاص بص في الكوباية اللي جنبك يا أستاذة، هتلاقي إن فيها حاجة، أكيد هتلاقي فيها حاجة، فيها شيء صح؟ لا طيب اللون ليش بتاعها متغير؟ إيه؟ عندي اهتزاز. فين؟ يزال عندك اهتزاز فين؟ في الركبة اليمين. هنخلص من اليمين نرجع لليسار. قولي يا بنتي حسبي الله ونعم الوكيل ثلاث مرات. انت ضفرك طويل؟ ضفرك طويل انت؟ ضفرك طويل ولا قصير؟ عادي ايه؟ عادي طويلة. طيب قصيها قصيها. قولي بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يخرج هذا الخبيث الآن، يخرج هذا الخبيث الآن، يخرج هذا الخبيث الآن. طيب قولي بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لا تغمض عينك. الرحمن الرحيم. حاول ما تخليش حاجة تتحكم في رجلك. الحمد لله رب إيه؟ أغمض عيني أو أفتحها؟ افتحيها، ما تخليش حاجة تتحكم فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسكن الآن. رجلي قولي ساكنة. بسم الله. قولي بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر، أمي بسم أمي الله. بقى أمي أمي مشي. سيب الموبايل وأمي امشي. بس خلاص بس. بسم الله بسم الله بسم الله. امشي يا أستاذة. امشي كمان. امشي يا أستاذة. بس. يا أستاذة، نعم. شفت المال اللي كانت معاكي؟ ما تمسكيهاش، بص عليها كده، بيطلع منها بخار، صحيح؟ والله مش باين. قولي بسم الله، بسم الله. في بخار بيطلع منها؟ لا طب امسكيها؟ دافي يعني الأول صح؟ يا أستاذة نعم. قلت لك ما تخليش حاجة تتحكم فيك يا أستاذة. قولي بسم الله تاني. عندي رأس سكن في برودة. بسم إيه؟ الله. يا عندي رأس أستاذة سكن في برودة. بسم الله. يا أستاذة قولي بسم نعم. الله كده بسم الله. وقولي أيوة، يعني ما تخافيش، كل حاجة إن شاء الرحمن أزيلت. المية فيها شيء شم كأنها الآن. ريحتها، شم ريحتها بقت أبشع من الأول صح؟ ريحتها مش كويسة صح؟ بس كريهة. طيب فيها لون، بص كده شوف فيها لون ولا حاجة. طيب سخنة المية. دافية طيب دافية كده دافية سخنة. كأنها مغلية صح؟ لا بس دافئة دافئة، طيب بص فيها مش كمان يعني مرة. في النار، يعني دافئة. طب قولي بص فيها كمان مرة وقولي بسم الله وانت بتبص. بسم الله بسم الله. في بخار بيخرج منها؟ والله ما في بخار يعني. اوكي حط الكوباية وزي ما قلت لك هتحطها جنبك في نفس المكان اللي بتباتي فيه لحد الصبح. قومي دلوقتي تمشي. قومي تمشي الآن دلوقتي. الآلام اللي كانت موجودة في رقبتك وكانت موجودة في معدتك أزيلت تماما صح؟ لا في بطني. نعم. ما عادش في ألم نهائيا صح؟ لا طيب بطني. هاتي كوباية مية تانية لو سمحتي. كل اللي بيسمعني يجيب كوباية مية برضو. جديدة أو جديدة أو نفس الدواية. جديدة جديدة. لا نفس الكوباية دي زي ما قلنا هتقطيها. جبتي؟ أكيد. قولي بسم الله. بسم الله. قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله. بسم الله. كمان مرة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. كمان مرة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. كمان مرة. اشرب بسم الماء. الله. اشرب الماء هتلاقي طعمها مسكر. طعم الماء مسكر صح؟ نعم.
بسم الله وشربها تاني، هتلاقي طعمها حلو. طعمها مسكر صح؟ يعني كأنها ثقيلة ثقيلة. ثقيلة مثل العسل وفيها حلاوة صحيح؟ فيها في الأخير، نعم. طيب قولي بسم الله تاني الشافي واشربيها مرة تانية، معلش روح على جنب. طعمها مسكر يا أستاذة الآن صحيح؟ طعمها مسكر صح؟ فيها طعم في الأخير، ولكن ليس سكر، كأنه حلو. حار. طيب الكوباية جنبك يا أستاذة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل واحد عنده الكوباية يجرب كده ويكتب لنا على التكست. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قولي بسم الله، اضرب المية هتلاقي طعمها حلو. طعمها حلو معك صح؟ يا أستاذة نعم، طعمها حلو معاكي؟ والله طعمها متغير، بس مش حلو. يعني طعمها حلو. كأنه مر، بيخلي كأن مرار أو حرورة في الأكل. طيب قولي بسم الله واشربها تاني. كل شخص يا شباب من اللي بيسمعني يجرب كده يشرب المية. المية تحس إنها طالعة من بير تحت الأرض، ده اللي تقصدي صح؟ كأنها مية من تحت طالعة، طالعة من تحت بير صح؟ والله بيخلي مرارة في الحلق، بيخلي ايه؟ كأنها مرة أو حارة. بيخلي ايه تاني كده؟ يعني كأنها حارة أو طيب مرة. اذا تمام، اذا الكوبايه اللي انا قلت لك عليها، هتمسك الكوبايه، لا لا الكوبايه الثانيه، لا تمسك لا، الكوبايه دي تحطيها تحطها خلف باب الغرفه اللي انت بتنامي فيها لحد الصباح، تشوفي ايه اللي هيحصل فيها وتبقي تكتبي لنا في التعليقات. طيب طيب طيب، إن شاء الله. لو حصل معاك اي شيء تاني تقدر انك انت تتواصلي معانا باذن الله جل وعلا. طيب، خلاص شكرا شكرا جزيلا، بارك الله فيك، بيدي السلام عليك، عليكم. شكرا. انت دلوقتي الالم اللي كان في رقبتك راح صح؟ تقريبا جسمي كامل، كله خف الحمد من لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شكرا مع جزيلا، السلامة، تبارك في الله. أمان.